10 ملايين يمني تحت طائلة الخطر بعد تهديد برنامج الأغذية العالمي تعليق المساعدات بسبب تدخل الحوثي في عمله، وهو تدخل الذي أفضى إلى نشوب خلاف حول طريقة توزيع المساعدات التي لا تصل إلى الفئات المستهدفة. البرنامج الدولي للأغذية اتهم ميليشيا الحوثي بعرقلة بدء العمل بنظام القياسات الحيوية، وقال بيان البرنامج إن النظام المقترح قائم على أخذ بصمات الأصابع والوجه، وهو أكثر ضمانة لوصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً. أوائل إبريل الماضي رفضت ميليشيا الحوثي التعامل مع نظام التسجيل الأممي بسبب عدم قدرتها على الإشراف عليه، ووفق رويترز فإن الحوثيين قدموا اقتراحات خاصة رفضتها منظمة الأغذية، ما جعلهم يتهمونها بتلقي أموال من السعودية والإمارات. اقتراح برنامج الأغذية نظام التحقق من الهوية أتى بعد اكتشافه حدوث تلاعب منظم من قبل الحوثي في ديسمبر من العام الماضي، وتعذر الوصول إلى 25 ألف طن من القمح التابع للأمم المتحدة، واحتجاز 21 شاحنة مساعدات غذائية، بالإضافة إلى حدوث مضايقات مستمرة على موظفي المنظمات الدولية. ليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها منظمة الأغذية بتعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، فقد أرسلت له تحذيراً في نهاية مايو الماضي. وبقدر ما يدلل رفض ميليشيا الحوثي العمل بنظام التحقق من الهوية على تلاعبها بالمساعدات، إلا أن قصة المساعدات تفصح عن عدم جدية الأمم المتحدة التي تهدد الحوثي بقطع المساعدات، لكنها في الوقت ذاته توفر له الحماية السياسية في الحديدة.